جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ما أراد المسلم وإذا ما أرادت المسلمة أن تكون العبادة على طريقة صحيحة، فما العمل شيخ صالح؟ أن تأتي بها على الوجه المشروع. إذا أرادت أن تكون عبادتها صحيحة مقبولة عند الله فإنها تأتي بها على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تجتنب البدع والمحدثات. والأمر الثاني أن تخلص النية لله عز وجل، فلا يكون في العمل شرك لا أكبر ولا أصغر، فإن الشرك يحبط العمل. نعم.